La force ديال الشركه ديالنا هي شاي. الشاي هو لو برودوي ليسونسييل ديال تي دبليو جي. دونك علاش حنا الشاي ديالنا الناس كيصيفطوا في العالم كله باش ياخذوه؟ لحقاش هذيك هي ما سبيسياليتي. هذه اكثر من 24 سنه وانا خدام في الشاي وتنسافر العالم كله. المغاربه قلال في سنغافوره، بما اننا قلال تنبغيو نتلاقاو مره في يعني في حفلات ولا يعني مأدبات عشاء ولا كاين مثل كلشي مناسبه. المغاربه هنايا كاينين دي زونتربرونور، كاينين طلبه، كاينين ناس يعني جاوا تزوجوا مع الناس هنايا وعايشين هنا ك يعني تجار. اذا يعني تنتعرفوا بيناتنا، تنتعرفوا تنتلاقاو مره من تكون شي يعني مناسبه مهمه تنتلاقاو. هادو لي فرونسي ils font un peu comme les Oscars et pendant la soirée on va nous dire et le gagnant est and the winner is. Donc et combien de jours donc c'est Alors il y a eu une première réunion d'abord à Paris. جاليه مغربيه قليله العدد هنا بسنغافوره. الجالس مع رشيد اليزمي المقاول طه بوقديب. منذ سنه 2007 اسس طه شركه متخصصه في بيع أجود أنواع الشاي هنا بسنغافورة، مشروع مميز في قلب قارة معروفة بالشاي وقصة نجاح بدأت من الصفر. روبورتاج أمين عدراوي، رشيد عبقاري وعماد صابر. السلام عليكم. الاسم ديالي طه بوقديب. انا رئيس ومؤسس شركة تي دبليو جي اللي كنديروا ارقى انواع الشاي في العالم. هنا مقيم في سنغافورة منذ 2006. اجوردي عندنا 3000 واحد خدامين معنا و 52 بوتيك في العالم. احنا في واحد في المحلات ديالي في سنغافورة. هنايا الناس يقدروا يجيو ويشربوا اتاي عندهم، يقدروا يتغداو ويتعشاو، ولكن تو تي في افيك لو تي. هنايا تقدر تشرب اي اتاي اللي كاين في العالم. في الحلم ديال اي واحد بغى يصايب الحلم ديالو يقول بغيت نشرب شي اتاي اللي في شي مدينه ما كاينش، ما عمرني مشيت لها ولا ما عمرني شفتها، تيجيو لهنايا باش يشربوا هاد الاتاي. سنغافورة عندنا 10 ديال كبار بحال هكذا وخمسة صغار اللي غير تشري اتاي، ولكن 10 فين تقدر تجلس وتشرب اتاي. الشركة سميتها تي دبليو جي تي، هي ذا ويلنس جروب. عندنا 3000 بيرسون كي ترافاي بور نو. حنا اوني بريزون في 42 بلاد في العالم، وعندنا اجوردي 52 مغازان دون ديفيرون بيي، وان شاء الله مازال تنشوفوا باش نكبروا اكثر في هاد العامين وثلاث سنين اللي جايه. ما عمر شي واحد كان عنده لو كوراج باش يحل المحل ديالو بحال هكذا ديال الشاي قدام توت لي مارك دو لوكس انترناسيونال. انا اول حاجه درت قلت ما غاديش نحل المحل ديالي الا ما يكون قدام كاع لي مارك انترناسيونال. و سكي سي باسي سي كو ملي حليت تما كاع هذوك لي مارك وليت بحالهم. دونك دابا ملي كيحلوا في اي بلاصه في العالم تخصهم الشركه ديالنا تكون معاهم. دونك الواحد بعد خطره خاصو يكون عنده واحد لو كوراج باش يمشي فيغ لافون، مي فيغ لافون كي تري هو. Je pourrais voir la nouvelle récolte des gyokuru qui vient d'arriver. هذا واحد الشاي من اليابان. المهم في العام كله تيكون غير شي 100 كيلو، تيكون مقطع باليد. دونك هذا إلي اوني كوموند.
حنا بوحدينا في العالم اللي كنبيعوا داتي هذا حقاش المذاق ديالو تيقلبوا عليه بزاف حتى اليابانيين نادم اليابان اليابانيين براسهم كيجيو عندنا باش يشريوه كري aussi واحد الشاي سميتو مروكن صحراتي مروكن صحراتي درنا فيه دونك شاي اخضر وشاي اسود ولكن فيه بحال دابا شويه ديال لا روز ديال لو سود دو ماروك كي اكسيبسيونيل وبغينا الناس في العالم كله يعرفوا بلي في المغرب عندنا واحد المذاق كي تري تري فان تري اليغون تري رافيني وبهذا الشاي هذا ان شاء الله دابا كنشوف في كوريا في اليابان في لندن الناس كلها كتشريه وكعاود كترجع تشريه علاش هذاك المذاق والحلم ديال الاسم ديالو نتوما كتشوف درت فيه حتى شي شويه ديال المسكه الحره I come to TWGT quite often because of the huge selection of tea they have. I mean 800 different types of tea because when you drink the tea straight away you can tell it's a very good quality tea. هذا الشاي تيطولو ميلك اولونغ لحقاش فيه المذاق ديال الحليب وعلاش هذاك اللي تيساليو البروسيس ديالو بالتبخيره ديال الحليب هذا الشاي الاحمر هذا الشاي يجي من لافريك دو سود دونك هذا ما فيهش كاع الكافيين هذا الواحد واخا يشربو بالليل يقدر ينعس ما غاديش يفيق ما هذا دونك هنايا عندك مور دان 1000 شاي غير باش تقلب على شاي واحد من هنايا خاصك هنا الناس ديالنا عندهم واحد الدراسه كيدوزوا واحد 6 شهور قبل ما يجيو هنايا يبيعوا اتاي واحد الدراسه ديال 6 شهور تيتعلموا منين جاي اتاي علاش وكيفاش وحنا درنا هاد اول مدرسه ديال الشاي في العالم وان شاء الله دابا ملي حينا هنايا في سنغافور غادي نحلوها في كاع اسيا كلها باش نوريو الناس شنو هو هاد المذاق ديال اتاي كيفاش تصايبوه علاش منين جاي and once you reach the desired color remove the filter from the pots close the lid and taste a little bit of the tea to make sure it's properly infused this is the jasmine yes the red jasmine tea okay we can do دونك هنايا حنا في واحد تي انستيتيوت في الناس كيجيو هنايا كاع الناس اللي خدامين عندنا في اي بحال في مثال اي مركز ولا اي يكون بحال دابا مدير ديال فينانس ولا ديال التعليمات ولا اي حاجه خص كلشي يدوز من هنايا واخا يكون المرتبه ديالو في الشركه ديالنا عاليه ولا نازله ولا يكون كلشي خصو يدوز من هنايا علاش باش الناس يعرفوا فين خدامين دونك هنايا في المتات يكونوا اسيويين ولا هذا كيجيو هنا يتعلموا شنو هو الشاي منين جاي فين كبر كيفاش يهضروا عليه وعلاش بيض هذا وعلاش هذا اسود وعلاش هذا اصفر بسبب المكافاه الوطنيه من درجه ضابط السيد طه مقبل رئيس مؤسسه الشركات المختصه في ارقاء نوع الشاي انواع الشاي في سنغافوره انا كنفكر في المغرب يوميا ما عمر المغرب خرج من الراس ديالي ولا من العقل ديالي ولا من الافكار ديالي المغرب اي في بارتي اوروزمون كيعطيني الادرينالين الحمد لله قريت في المغرب وتعلمت بزاف من المغرب والى يومين هذا كنتعلم علاش تنتعلم المغرب لان في المغرب كتعلم داك كلشي مخلط الالوان في المغرب الريحه اللي في المغرب كل زنقه عند الريحه ديالها مازال عاقل انا كنت نمشي صغير هكذا مع ما فامي تنمشيو للمدينه ولا كنمشيو داك كنشم داك لي بارفان اوجوردي هاد لي بارفان اللي كنت نشم صغير تنديرهم اليوم تن جيسي دو لي انتربريتي في لي ميلونج ديالي يس yes.
Okay. What do we have today? Dorothy sent an email for the conference call on Thursday at 3 o'clock. This Thursday. Trademark registration. For which country? This is for US, China, Hong Kong, Singapore and Europe. Donc هنا احنا في المركز الرئيسي ديال المجموعة ديالنا. هذا هو الرئيسي لان احنا في سنغافورة هو فين كاين لا ميزون مير هي هنايا. دونك من هنايا كنعطيو الاوامر لكاع البلدان لان كل بلاد عندنا فيها إدارة بحال هذه. كنت مشيت لباريس باش نتبع القراية ديالي ديال الحقوق وملي تلاقيت مع واحد صديق وراني هادشي ديال الشاي عرفت بان المستقبل ديالي غادي يكون في هادشي ديال الشاي دونك رجعت للمغرب باش نعطي الخبر للوالد الله يرحمه كي تي كولوني دو لا جوندارمري وعرفتي داكشي كان عنده ما تعرفش هادشي ديال الشاي شنو غتصايباتي قال لي واش غادي تخدم فاتاي هي غادي واش تكتفل علينا حنا تنقريوك وهذا زعما باش تولي شي واحد مهم وبغيتي تخدم فتاه قلت له دي راه سي شفت واحد المستقبل اللي غادي ان شاء الله نصايبو في حاجه اخرى ولكن في واحد المستوى عالي بزاف ملي كنت في باريس ديك الساعه المهم خدمت واحد 15 سنه في الشاي في هذا العالم ديال الشاي مسافرت في العالم كله في انتساب الشاي وواحد الوقت في 2005 قررت بان خصني نصايب الشركه تكون ديالي وفي 2006 كان عندي جوج مشاريع يا اما نجي لاسيا واما نمشي لامريكا وقررت نجي لاسيا لحقاش جات قريبه على كاع لي بلونطاسيون دو تي وجات في الوسط ديال لي بلونطاسيون دو تي لي بلوز امبورطون دونك ملي جيت هنا لاسيا سنغافوره كانت احسن بلاد اللي تقدر تستقبل دي زونتربرونور اللي بغاو يصايبوا شي حاجه اكسيبسيونيل اونيك في العالم كله دونك هنا فين كاين واحد لابو ديالي كاين في البيرو هذا لابو صغير ديالي انا بيرسونيل فين كندير كاع الوصفات هاد الوصفات كيفاش كنصايبهم بعد الخطرات ملي كنسافر العالم كله بحال دابا الا كنت في المغرب كنمشي نشوف داك الورد اللي كاين في لو سود في المغرب في قلعه المكونه كنمشي لطايتي كنجيب لافاني كنمشي لليونان كنجيب المسكه الحره ومن بعد ملي كنرجع هنايا كنتخيل واحد الوصفه اللي غادي تلقى مع المذاق في العالم كله دونك هنايا كندير بزاف ديال الوصفات ومن بعد كنختار الاخيره اللي غادي تلاق المركز ديالنا لا فورس ديال الشركه ديالنا هي الشاي الشاي هو لو برودوي ليسونسييل ديال تي دبليو جي دونك علاش حنا الشاي ديالنا الناس كيصيفطوا في العالم كله باش ياخذوه لحقاش هذيك هي ما سبيسياليتي هادي اكثر من 24 سنه وانا خدام في الشاي وتنسافر العالم كله ما كاين حتى شي بلاد في العالم تيصايبوا فيها اتاي ما سافرتش ليها ولكن علاش كنسافر؟ كنسافر باش ما يكونش انا انترميديير هو اللي غادي يشري لنا اتاي كنمشي بيدي دونك تندير لي ديغوستاسيون تندوق جميع الشاي اللي غادي يكون واجد ومن بعد تنختار احسن جوده هي اللي غادي تدخل الشركه ديالنا Files that we have about the import, export, especially for the US, they have different. We all stand by to move ahead. The design is especially the design is done. Yes. The communication. With Yes. We have a lot of things in place already in the US. Je suis arrivée à Singapour en 2008 pour suivre Tahabugdi Bemaranda Barnes dans le projet de TWGT. C'était très différent de mon expérience précédente parce qu'en France, j'ai toujours eu des expériences dans la communication et la presse qui étaient centrées sur le marché français. Alors qu'ici à Singapour, on a accès à beaucoup d'autres pays, cultures,
culture de thé aussi, qui sont beaucoup plus riches et vastes. Donc ça, c'était une vraie différence pour moi. Et la motivation principale pour venir à Singapour, c'était la vision globale et internationale que Taha Boukdib avait depuis le début de la société. واحد من في المعمل في واحد من المعامل عندنا 12 هنايا في سنغافوره كل معمل فيه الاختصاص ديالو هذا الاختصاص ديالو هو لو ميلونج ديال كاع التواصل ديال الشاي دابا غادي نعطيهم هنايا كنجيب لهم اون غوسيت وهنايا غادي يديروها بواحد الموجم كبير بزاف بحال دابا 10 طن 100 طن ولا اكثر من داكشي ومن بعد من هنايا كتمشي للبلدان واحده اخرى وهذوك المعامل الاخرين كل واحد والاختصاص ديالهم كاين الاختصاص ديالو اللي غادي يكون لامبريمري كاين الاختصاص ديالو اللي غادي يكون لا طولغي كاين الاختصاص ديالو اللي غادي يكون في المثال كلشي غيتجمع في بلاصه واحده ومن بعد كيمشيو واحد المعمل الاخر في كيكون لو كونترول دو كاليتي عاد لا مارشانديز تقدر تمشي من سنغافوره الزوجة ديالي الأصل ديالها من أمريكا تلاقينا في باريس تزوجنا في باريس وانا يو ان غارسون وليد في باريس ادم ومن بعد ملي كنت عنده 3 سنين جينا هنايا لسنغافورة ان 2006 والحمد لله درنا كاع المشاريع ديال الشاي كاع المؤسسات هنايا في سنغافورة وهنا لا ميزون ميغ هنايا في سنغافورة دونك الهيد كواتر ديال العالم كله هنا موجود في سنغافورة ادم تي كوني توا كو مراكش Mm-hmm. Et Rabat et Casa. Yeah. You want, but you need to speak Arabic. Yeah, really. Smart way. Yeah. I've been to Morocco before and I've been to Singapore before, but I never went to America before. It's not really as difficult because in life it's really good and okay because I'm having my school, I'm learning perfectly fine. I have a good family. I live in a great place and I spend well here and I have a lot of friends which I have a lot of great time with. Depuis que j'ai connu Taha, j'ai toujours trouvé qu'il allait réussir dans ce qu'il faisait, que ce soit le thé, le commerce, quoi que ce soit. Il a ce don, il a cette passion, c'est très contagieux. Donc dès qu'on le rencontre, on entend parler du thé ou de quoi que ce soit, on a envie de l'acheter ou de le goûter, d'en savoir plus. Donc voilà, c'était une superbe aventure. J'ai toujours voulu travailler avec lui. C'est-à-dire quand je l'ai rencontré, je n'ai pas voulu aller poursuivre mon carrière. J'ai dit, moi je vous adore, j'ai envie de travailler avec vous, avec toi. Et voilà, on a monté DWGT et c'était mon rêve. Mais quand j'ai une ville, une ville, tout le monde est مرسومة. أنت تجيب واحد الرسم ديالك كي إكسبسيونيل وكتزيدو على اللي كاين من بعد تتولي حاجة يونيك داكشي علاش أنا ما عمرني كان ملي كنهضر ولا كندير استجواب ولا كنهضر في أي بلاصة في العالم إلى المغرب دائما في الموضوع علاش؟ لحقاش خصوصيا عاوني بزاف في المغرب في لا فورس ديالي ولا فيغتي ديتخ ماروكان العمل التطوعي من أبرز قصص النجاح التي نهتم بها لأن التطوع يعكس العفة والمثابرة وخصوصا حب الآخر جميلة بقدير